كانت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة شرطة القضاء لأمن المقاطعة الإدارية ضرارية من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في السرقة الموصوفة المختلفة بظرف الليل الكسر والتعدد واستعمال مركبة. طبعا هذه الشبكة الإجرامية تتكون من 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم من بين 30 إلى 35 سنة مسبوقين قضائيا. طبعا أين تم الاستيلاء على صندوق حديدي مصفح بداخله مبلغ مالي يقدر ب 70 مليون سنتيم جزائري إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب 1300 أورو وكذا دفاتر شيكات خاصة بالشركة. عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وبعد التحقيق معه اعترف بهوية المشتبه فيه الرئيسي أين تم إيقافه واسترجاع الصندوق الحديدي محل السرقة بداخله سلاح ناري فردي بدون ذخيرة ولا مخزن مبلغ مالي إضافة يعني بعد إذن بتفتيش لمسكن هذا المشتبه فيه الرئيسي تم استرجاع مبلغ آخر من العملة الجزائرية يقدر ب 16 مليون سنتيم إضافة إلى مبلغ من العملة الصعبة يقدر ب 600 أورو وكذا الأدوات المستعملة في عملية السرقة.